يعني لا احنا مرات بنتدخل في الاحساس، بنقوم بنختار، لكن ايوه طبعا في باقي الحلقة لك. والله دارفور، احنا معناته هنبدا من فوق ايوه وهننزل تاني. اوكي، دارفور نص اتكتب بعد صراع طويل في منطقة دارفور، وانا ما حبيت بصراحة اكتب نص ما يمس القضية من عمقها، نص تشم فيه كل مكونات دارفور وتحس بوجعتها. صحيح. بديت انا في كتابة النص بصراحة على اساس انه يتعامل في الدورة المدرسية، وانا مدرس في الاساس. واحد من ابهات التلميذات اعجب بالنص ده شديد، وهو من منطقة دارفور، قال لي يا استاذ انا علي اوديك دارفور تمشي هناك تشوف الحاجات وتكتب لنا. وبالفعل في الاجازة سافرت وقعدت مسافة يمكن زي 3 شهور، حمت وادي ازوم، حمت يا بكافة سلام. هنا، وسمعت قصص وحكايات عن الحرب في دارفور وعن المشاكل دي من الحواكير زمن السلطان علي دينار، وكيف كان صحيح. بتتحلى بالاجاويد لحد زمننا ده. ليه اختلفت الخلاف ما موجود، وآلية فض النزاع كانت موجودة، الناس صحيح. بالجودية بتحل الحاجة، ليه فجأة كده بقى الفقد 200 راجل في معركة واحدة أو في لحظة واحدة، لأنه دخل سلاح، ولأنه دخلت صحيح. أجندة، ولأنه 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 النص الفترة السابقة أنا ما أقدر أقول لك ما لقى حظه من الانتشار، هو انتشر برغم أي حاجة، الناس المحبين قدر يمروا بالنص، أو النص يعبر بهم لبرامان. في دارفور اتكتب بلهجة أهل دارفور عشان الوجع يكون أوضح، بقول دارفور خلاف اليوم كانت عروس الغوم، دارفور خلاف اليوم كانت عروس الغوم، شوف القبائل كت في لمة المردوم، وبنية كم طاشر ذات الحشا المبروم، ولدا من الفاشر غناه حلاوة لكم، ولدا من الفاشر غناه حلاوة لكم. أم خشيما حليب أبقى لك عون كليب، الورد الحفير أبقى لك الدريب، خشيما حليب أبقى لك عون كليب، الورد الحفير أبقى لك الدريب، بريدك حارنا والله شقش فريق الدلا، شق الحفيرة اللي قامت من قويز الرملة، قل لي يا بيطمي انت الخدار ولا المي، قول لي يا بيطمي انت الخدار ولا المي، عطشان قلبي ودمي من ريتك ما بتخلى، ما بتخلى من ريتك ما بتخلى، ما بتخلى من ريتك ما بتخلى، حجيتكو ما بجيتكو، ان شاء الله يو طيبين ناس الخراطيم هوي، ان شاء الله يو طيبين بلدكو زينه وسمحه وناس طب زينين، انا جيت بدور الونس دي الغربه، غول انشين انا من تراب دارفور، اسمر لساني هجين مريوم اسم امي، طيبه وكلامه حنين يا حالات تبقاريه، نقرابي في الخدين وكتين تقول والضمي والضمي، شدر الظهار بلين حتى الرشاشه الفزه، فارق ترابنا سنين تلقاه بشر وهزة، ورمى البرم في الطين تلقاه بشر وهزة، ورمى البرم في الطين، وانا امي حالي كلامه دمعت فوق العين للواقع هل الزامة، للعم يشوف العين ساعة الدواز حزامة، ما هالمرل بين بين كل العين هي عين يا امي زيك يين، كل العين هي عين. وابا ابا من دارفور بلدا رجال نسور، هل شفت لوك نسور حاحوها بالزرزور، شينين وتغيانين وكتين عدونا يزور، وحرابنا أقلامنا بهن كتبنا سطور، الدم وكت ما يفور بيصبح حبر من نور، ده الدم وكت ما يفور بيصبح حبر من نور، ويسطر التاريخ يبرق اسم دارفور، ويا كاتب التاريخ أسأل تراب دارفور، بيوت دارفور شدر دارفور طيور دارفور، وكت طارت عيال الزغب جوا السور، بتكتب بجناح مكسور وريش منسور، نموت نحنا على المحنة وتعيش دارفور، نموت نحنا على المحنة وتعيش دارفور، نموت نحنا على المحنة وتعيش دارفور، ونحنا الغدر ما هي لنا قطب، ما بنقتل المعذور، سمر سمارنا عاجبنا يمين طلت عيالنا بدور، وهذا الراس كمان قرقد، هو قرقد ساي
قرقد ولا برقد اسود سواد ديجور افطى صمابا دس زي الجبال مغرور قلناها للبسمع نحن المسنة بقول هي لم صلم بويتي وكدكا يا داك حق زول هي لم صلم بويتي وكدكا يا داك حق زول وحجيتكو ما بجيتكو اب الكبير حجانا عيال بنات لمانا عيالي هو يا عيالي زمن المرافقين جانا ادوا الهميلات توا الجيش خبروا بكانا ادوا البقيرات توا الجيش خبروا بكانا اب ادم نطع حمر عليه وقال اليكم الاخبار جاب بهارونا كالألمي في الخربال حمور ولا الزروب توريب قرونا فوق أبخرة عجبانا كذلك الكرتاء الكرتاء بقرد إيسا هلابة إلا تئيسا البارحة فقدا ما يرفنا وين رقدا فزعنا في الجيزان هناك بكان أكلا تحت الشدر رقدا ودير ريهات ما في وما أزن شردا إشردا كيف وهن يتولدا في الجوز في القردود بقراتنا يتولدا في الوادي في الدنكوج يتولدا حلبا أبه أبه بقراتنا انفقدا المرفعين نقدن وأبه أبا لسه بيحجي حجيتكم ما بجيتكم يا البنات لمانا يا ليهو يا عيالي الله الكبير سوانا زينة السمر سمانا فر الغيوم غطانا من ألم صافي سقانا منزل الذي صحانا سرق الحلم صحانا منزل الذي غشانا سرق الحلم صحانا صبحنا بالجبخانة مسانا بالجبخانة فطرنا بالبازوكة بالراجمات غدانا منزل الذي غشانا أقنعنا إنه الدانا أكثر طريق للمركز يلقى المهمش خانة منزل الذي غشانا شيلوا السونكي وقد الدونكي وتاخ كدينا الدونكي المستر بروانا في يبو كضب والله العطش كتلانا منزل الذي غشانا شيلوا الهاون هدوا تعاون شيلوا الهاون هد وشلنا الهاون هدينا تعاون مدرستين وكنتينين وكم شفخانا ذنب المدرسة هل خلانا ده البارانا بكان أنا بكان الطباشيرة بقلب النبيض كيف حيسامحك الجبخانة في ذرات حروف مسجونة باكر تكتب ضد سجانة بال الشفع ممكن ينسى الطابور الجوط الكبسة الغنوات الما تنهسة الطعمية مطعم طاعم جو حلوقهم صارت غصة إلا الشفع ماظن تشفع للغشاهم بالجركانة وكان ماليها حلاوة وسمسم جو السمسم دس الدانة جو السمسم دس الدانة هوي هوي والضمي هوي 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 والضمي هوي شلخوني مين بتطمي بتطمي شدرة همي شاتوني فيه بتعمي يا روحي كيف تنجمي ما دام بنية خالي خالي الرويح طف أمي كتلوها دنيا مغارب طفوا الشموس في نمي كتلوا الغناوي الطاعم قبال يضوق فمي فتنوني فيه والضمي والضمي فات خلاني والضمي هوي والضمي والضمي فات خلاني وانا دمي أصغر سيت لك كلاشنكوف الخوف بيلد الخوف نشن علي واضرب في ايدي في رجلي وعاك من الجوف الجوف زريبة القلب ممدود كحد السيف بيناتنا لبن امي ودمي الصبح المي سيت لك كلاشن خوف قتلني هالسعدي وانا لسه في وعدي ما مد لك يدي يدي اللي بتحلب دي يدي اللي بتفزع دي يدي اللي بتزرع دي يدي اللي بتكتب دي مين البضارة عليك في الدنيا غير يدي مين البضارة عليك في الدنيا غير يدي ان العمر ساعات لحظاته بتعدي لكني مهما اكون صادق ولا حاخون انا زول قدر وعدي وانا زول شبه بلدي لبسني افرنجي وكازي في زندي لبسني أفرنجي طاقي تحمر هدي وأنا زول شبه بلدي أنا زول قدر وعدي يا ربي آه يا رب سلم ولي ضمي يا ربي آه يا رب سلم ولي عمي يا ربي آه يا رب أنا هسي بي أنا هسي يا ربي آه يا رب سلم ولي ضمي يا ربي آه يا رب بآخر أنفاسي بكتب غناوي الحب يا أهلي يا ناسي يا أهلي يا ناسي دارفور قضية حب كان زرقة كان حمور كان عرب كان فور زغاوة سابع دور كان صنو كان هاجو كان برقو كان داجو دارفور قضية حب عجميها رطانيها عربيها أو زنجيها هم اللي بخبروا الفيها هم اللي بخبروا شكيها الفيها والما فيها ودارفور قضية حب دارفور قضية حب والحب عطيت الرب أرفع إيديك والضم أرفع إيديك للشم ومعايا يقول يا رب الدم بحل الدم أرفع إيديك والضم أرفع إيديك للشم الدم بحل الدم ومعاه يقول يا رب يا رب. الله إبراهيم نص يعني عجيب. أحمد البلال ما بيأكل عيش مع النص يعني اللغة دي مختلفة يعني.
احنا بنسلم عليه وفي انت الوسيم. اهترت بتني معاه احمد البلال، لا لا مساء الخير عليك. لا، انا ما داري، احنا ما داري معاه مشاكل طبعا. احمد ده زول صاحبنا وحبيبنا وبنسلم عليه، وكتب عشان بلدنا يا سلام الاوبريت يا الثاني سلام يا بلغه سلام برضه كانت يا سلام رفيعه شديد يا يعني، سلام تغنى بالسلام وكده. يا سلام. ال